بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السيد عميد كلية التربية المحترم، السيد المعاون، السادة ضيوفنا من خارج كلية التربية المحترمون، والسادة التدريسيون والتدريسيات في كلية التربية، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ولنشاط آخر من أنشطة وحدة الإرشاد التربوي والتوجيه النفسي في كلية التربية. سيكون نشاطنا لهذا اليوم هو ندوة علمية حول موضوع هام جدا، وهو حديث الساعة في الأوساط الأكاديمية، ألا وهو موضوع الحرية الأكاديمية للجامعات. محاضرنا لهذا اليوم هو الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شنين علوة الجنافي. حقيقة السيرة الشخصية للسيد المحاضر سيرة غنية بالعطاء، لكن سأختصر ما أمكن ذلك. حصل على بكالوريوس علوم الكيمياء من جامعة بغداد في عام 1983، حصل على شهادة الماجستير في طرائق تدريس الكيمياء من جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم في عام 2005، وحصل على شهادة الدكتوراه في نفس الاختصاص في عام 2008 من نفس الجامعة ونفس الكلية. المحاضر خبير في شؤون التربية والتعليم، عمل معاونا لعميد كلية التربية للبنات منذ عام 2009 في جامعة الكوفة طبعا حتى عام 2013، عمل مديراً لمركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي منذ عام 2013 حتى عام 2018، وكان له بصمات واضحة في تطوير أداء المركز وفي إدخال العديد من الموضوعات الهامة لبرامج المركز في دوراته. ساهم بتدريب أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس في جامعة الكوفة والجامعات الأخرى، وكذلك حملت الشهادات العليا لبقية دوائر المحافظة، حيث شارك في أكثر من 100 دورة لدورات التأهيل التربوي في مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي. شارك في أكثر من 30 ندوة علمية وورشة في المجال التعليمي، شارك في أكثر من 20 مؤتمر علمي داخل العراق وخارجه، وكان آخر مشاركاته العالمية هو المؤتمر الدولي الذي أقامته جامعة فردوسي في عام 2020. ساهم في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في دورات مديريات التربية وخصوصا في النجف لتطوير المدرسين والمعلمين. له أكثر من 20 بحث منشور. حصل على لقب الأستاذية في حقل الاختصاص في عام 2017. له العديد من الكتب المؤلفة، وسنذكر بعضها: كتاب أخلاقيات المهنة، وكتاب آخر في التنمية المهنية، وكتاب الآن قيد الطبع اللي هو طرائق تدريس الكيمياء. حالياً المحاضر هو أستاذ الدراسات العليا في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية للبنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. السيد عميد الكلية المحترم، السادة معاوني العميد المحترمين، السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، الضيوف الأكارم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى على موضوع حيوي ومهم واستراتيجي لم يرد في أدبيات وأروقة الجامعات العراقية، ألا وهو الحرية الأكاديمية في الجامعات، Academic Freedom in Universities. ستكون محاور المحاضرة كما تلاحظون، سنتطرق إلى مفهوم الحرية الأكاديمية، ومن ثم الخلفية التاريخية للحرية الأكاديمية، أصل الحرية الأكاديمية، نشأتها من أين جاءت هذه، من أين جاء هذا المفهوم،
ومن ثم نسلط الضوء على مدى الحاجة للحرية الأكاديمية، ومن ثم ضرورة الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي، هل هناك ضرورة أم لا؟ وبعد ذلك سنتطرق إلى عناصر الحرية الأكاديمية، ما هي أهم عناصر الحرية الأكاديمية وما طبيعة العلاقة بين هذه العناصر، ومن ثم نتحدث عن واقع الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية، ونسلط الضوء على بعض الرؤى والمقترحات لتطوير الحرية الأكاديمية في جامعاتنا إن شاء الله. الحرية الأكاديمية تعني غياب القيود والإكراه والإجبار والقهر على نشاطات التدريس والبحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وتتضمن إطلاق حرية أعضاء هيئة التدريس والطلبة فضلاً عن الاستقلال المالي والإداري للجامعات. الخلفية التاريخية لهذا المفهوم، ما هي الخلفية التاريخية للحرية الأكاديمية؟ هل منشأ الحرية الأكاديمية منشأ غربي كما يقول بعض الباحثين أم غير ذلك؟ سنتوصل إلى بعض الاستنتاجات. أكثر الباحثين يؤكدون أن مفهوم الحرية الأكاديمي غربي المنشأ والطابع، ويرجعها إلى العصور الوسطى عندما كانت السلطات الدينية أو المدنية تعترف بالإدارة الذاتية للجامعة وبالامتيازات الخاصة التي يتمتع بها الأساتذة والطلبة والعاملون فيها. وبدأت بوادر الحرية الأكاديمية بالظهور في جامعة لايدن الهولندية عام 1575 ميلادي، إذ منحت الطلبة والأساتذة شيئاً من الحرية في بداية نشأتها، وتطور مفهوم الحرية الأكاديمية واتسع نطاقه في الجامعات الألمانية. وفي عام 1857 تم تأسيس جمعيات ومنظمات في الولايات المتحدة مثل رابطة التربية الوطنية والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات عام 15، والاتحاد الأمريكي للمعلمين عام 16، واتحاد الحقوق المدنية الأمريكي للمعلمين عام 20. إلا أن بعض الباحثين يشير إلى أن الحرية الأكاديمية ووجودها في الميدان التربوي سبق القرون الوسطى، حيث أن بعضهم أرجعها إلى سقراط. ففي العصور الوسطى التي تؤكد أن الحرية الأكاديمية انطلقت من أوروبا، كان الأساتذة في المعاهد والجامعات الغربية كما أشار بعض الباحثين يتعرضون ويعانون من القسوة والشدة والقيود والمراقبة. معناه شنو؟ معناه أكو إخفاق في الحرية الأكاديمية هنا، في حين إن الأساتذة في الجامعات والمعاهد العربية والإسلامية كانوا يتمتعون بالرعاية والتقدير، وكانت لهم الحرية في الدرس واختيار المادة وعدد المحاضرات، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلبة فضلاً عن مجانية التعليم، ورفع القيود عن العمر والمعدل كشرط أساسي لإكمال الدراسة، إذ كان الشرط الوحيد هو وجود الرغبة في الدراسة والبحث العلمي. أبو الخير. كما أن السعي إلى إثبات أن الحرية الأكاديمية منتج غربي خالص قد لا يكون موفقاً، لأن الحرية الأكاديمية كغيرها من أنواع الحريات كانت وما زالت وستبقى إنسانية
ذات بعد عالمي وإنساني. لذا فإن القول بأن الحرية الأكاديمية مفهوم حديث لا صلة له بالحرية التي كان يتمتع بها التلميذ والشيخ في مؤسساتنا العربية والإسلامية هو قول لا يستند إلى أدلة قوية. الحاجة للحرية الأكاديمية، هل هناك حاجة للحرية الأكاديمية؟ بالتأكيد تعد الحرية الأكاديمية ضرورة تربوية ملحة للمؤسسات التعليمية وخصوصا الجامعات، لأن في ظلها ينمو الفكر وتزدهر الثقافة وتتفتح القرائح وتبرز المواهب. فالهدف الرئيس للحرية الأكاديمية هو دعم العطاء العلمي وإزالة كل العقبات أمام النشاط العلمي والبحث الحر، أي إزالة كل ما يمنع تغلغل العلم والتفكير العلمي في الحياة العامة. ضرورة الحرية الأكاديمية للأستاذ الجامعي، نركز هنا على الأستاذ الجامعي باعتباره هو العنصر الرئيس في العملية التعليمية في أروقة الجامعة، باعتبار هو المسؤول عن تحقيق أهداف الجامعة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. فالحرية الأكاديمية هي ضرورة لا غنى عنها للأستاذ الجامعي، فهي تسهم وتساعد في تحقيق مهام الجامعة الثلاث في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن دونها يصبح التدريس عملية شكلية وجامدة لا روح فيها ولا إبداع، ويغدو البحث العلمي مسألة قليلة الارتباط بالمجتمع وواقعه، أي لا يلبي حاجات المجتمع ولا يحل مشكلاته، وتضعف خدمة المجتمع أو تتحول إلى عملية غير مجدية. الخلاصة من ذلك أن الحرية أن الجامعات يجب أن تتمتع أساتذة وطلاب بالحرية الأكاديمية، وهذا يساعد على نمو الفكر وإطلاق الطاقات والإبداع وتحقيق رسالة الجامعة وتكوين الإنسان الحر والمجتمع الحر. ما هي العناصر الرئيسة للحرية الأكاديمية؟ هناك ثلاث عناصر رئيسة للحرية الأكاديمية كما تشاهدون. أولاً حرية أعضاء هيئة التدريس، لابد من إطلاق الحرية المعيارية لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم لابد من وجود استقلال إداري ومالي وثقافي للجامعات، فضلاً عن حرية الطلبة باعتبار أن الأستاذ يعمل بكل ما يتمكن لتحقيق أهداف العملية التعليمية، وهو تغيير سلوك المتعلم والانتقال به إلى حالة أفضل. أول عنصر من عناصر العملية التعليمية هو حرية أعضاء هيئة التدريس، حريتهم في البحث عن الحقيقة ونشرها وتعليمها، أي متابعة المعرفة وتطورها من خلال الحوار والنقاش والبحث والتأليف وإلقاء المحاضرات والتدريس بالطرق التي يرونها مناسبة، وتحديد الكتب المقررة لكل منها مع تمكينهم من وصف المواد التي يرونها مناسبة. هل هذا موجود عندنا؟ لازم اللحظة. التشجيع على متابعة البحث العلمي للوصول إلى نتائج أمينة وعرض نتائجهم وأحكامهم ونشرها ليطلع عليها الآخرين. أيضا مهم جدا ضمان الأمن الوظيفي والاقتصادي لأعضاء هيئة التدريس عبر مجموعة من الطرق والوسائل والتشريعات. الحق في توجيه النقد من حق أعضاء هيئة التدريس
أن يوجهون النقد للبرامج التعليمية والتنظيمات الإدارية والسياسات الجامعية واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها. اللي لحظة احنا منفذين فقط لكل ما يردنا من الوزارة ومن الجامعة وننزل على الكليات وعلى الأقسام فقط، حتى لو كان بها خطأ احنا مسؤولين عن تنفيذها. حرية الإسهام في الأنشطة التطوعية في المجتمع المحلي، أيضا مشاركة أعضاء هيئة التدريس في القرارات الخاصة بالتعيينات الإدارية والأكاديمية، أيضا الحق في إيصال المقترحات التي تتعلق بالمصلحة العامة إلى السلطات العليا في الجامعة من خلال القنوات المناسبة. العنصر الثاني والمهم أيضا من عناصر الحرية الأكاديمية هو الاستقلال الإداري والثقافي للجامعة. الحق في من للجامعات الحق في إدارة شؤونها الإدارية مثل تعيين أعضاء هيئة التدريس وباقي العاملين وترقياتهم والاستغناء عنهم من دون تدخل خارجي. الاستقلال المالي للجامعات، حق الجامعة في إدارة أموالها وإنفاقها وفق قوانينها وأنظمتها وتعليماتها من دون تدخل خارجي. إحنا للأسف منتظرين إلى الموازنات، إذا أكو موازنة ماشي الأمور وإذا ماكو موازنة تعثر. الاستقلال الثقافي، من حق الجامعة تنظيم برامجها التعليمية ومناهجها واختيار أساليب وطرق التدريس والاختبارات الملائمة والمناسبة لطلابها. العنصر الثالث وهو هدفنا في العملية التعليمية هو المتعلم الطالب، حرية الطالب، وهي تعني حريتهم في تكوين استنتاجاتهم بناء على دراساتهم والتعبير عن آرائهم والمشاركة في تقرير ما يدرسونه واختيار تخصصاتهم وفق ميولهم ورغباتهم ومؤهلاتهم. أيضا حقهم في الإبداع ومراعاة استعداداتهم وقدراتهم. أيضا توفير الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لهم، وحقهم في المشاركة التربوية التي تأخذ صورة المشاورة. أيضا من حق الطلبة حقهم في تفريد المناهج، هذا مصطلح يحتاج لقد يكون إلى توضيح في ورشة أخرى، أي جعل المناهج ملائمة لكل منهم على انفراد للتجاوب مع قدراتهم وطموحاتهم. أيضا حقهم في الحصول على تعليم ممتاز يتميز بالجودة العالية، وحقهم في المشاركة في إدارة شؤون كلياتهم وأقسامهم العلمية عبر مجالس أو اتحادات أو روابط طلابية. انتهينا من العناصر الثلاث، ننتقل إلى واقع الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية ومنها العراقية اللي هي جزء من الجامعات العربية. أهم معالم هذا الواقع هو وجود مشكلات كثيرة، منها غموض معنى الحرية الأكاديمية. أنا يعني طيلة وجودي بالجامعة لم أستمع إلى هذا المفهوم في ندوة أو في ورشة أو في تأكيد أو في كتاب رسمي أو أستمع محاضرة لهذا الموضوع. ماكو شيء اسمه حرية أكاديمية في الجامعات، فإذن غموض لهذا المعنى. ضعف حرية الأستاذ الجامعي في البحث العلمي والتدريس، أكو شيء اسمه في البحث العلمي وخاصة الرسائل والأطاريح، أكو شيء اسمه سلامة فكرية، كان سابقا وانتقل بالعدوى أعتقد الآن. أي سلامة الفكرية، يعني ما من حق الباحثين أن يشيروا إلى مواقع الخلل في النظام السياسي الاقتصادي في البلد، زين أعتقد هذا يعتبر سلامة فكرية
وهاي مسألة خطيرة الحقيقة. أيضا التسلط الإداري الجامعي، الوزارة تصدر الأوامر ونحن ننفذ فقط، ونحن نصدر الأوامر والطلبة ينفذون وينصاعون لما نريد بكل التفاصيل، بالمادة الدراسية وبالاختبارات وتوقيتاتها، وعدم إشراك في الرأي لا لعضو هيئة التدريس ولا للمتعلم. انعدام أو ضعف الاستقلال الإداري والمالي للجامعات، هذه العملية تخلي الجامعة ما تحقق أهدافها بالشكل الصحيح. ضعف الحرية الأكاديمية لطلبة الجامعات، اختفاء مفهوم الحرية الأكاديمية من قوائم أهداف الجامعات العربية، ما عندنا بالرؤية وبالرسالة وبالأهداف شيء اسمه حرية أكاديمية ونعمل على ضوءها. إذن ما هي المقترحات لتطوير الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية؟ وضعنا رؤية لمقترحات ترتقي بالجامعات العربية في هذا المجال. يعد تطوير الحرية الأكاديمية خطوة رئيسة نحو تطوير الجامعات، لأن الحاجة إليها تنبع من الوظائف التقليدية للجامعة التي تتمثل في زيادة المعرفة وحفظها وتقديمها ونشرها. ولتحقيق ذلك نضع مجموعة من الرؤى والمقترحات منها الآتي: لابد من توضيح مفهوم الحرية الأكاديمية وتحديث محتواها وعناصرها وحدودها وضوابطها ووضعها ضمن قائمة أهداف الجامعات العربية وسن القوانين والتشريعات التي تحميها وتطورها وتحافظ عليها. أيضا دعم أعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا وتشجيعهم وتوفير الجو الملائم لهم للتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير كل المستلزمات والتجهيزات البحثية والتدريسية. أيضا منح الأساتذة حق اختيار رؤساء أقسامهم وعمداء كلياتهم كمرحلة أولى نحو انتخاب واختيار رؤساء جامعاتهم واعتماد المعايير الموضوعية في تعيينهم وترقيتهم. أيضا العمل على إقامة الجامعات على أسس ديمقراطية، إحنا الآن بلد ديمقراطي وفق الدستور، بلد ديمقراطي، وبالتالي لابد من أن تقام جامعاتنا على أسس ديمقراطية واعتماد مبدأ الشورى، إذ لا يمكن حماية الحرية في التعليم أو زيادة مداها من دون ديمقراطية للمؤسسات. فالحرية الأكاديمية من دون ديمقراطية أكاديمية تظل غير آمنة وغير كافية. أيضا الحرية الأكاديمية في الجامعات تستمد قوتها من إشاعة الحرية في المجتمع، أي إنها انعكاس لوضع الحرية في المجتمع. إذا كانت الحرية تنمو في المجتمع بالتأكيد سينعكس ذلك على الجامعة، والعكس هو الصحيح. أيضا منح الجامعات قدر كبير من الاستقلال الإداري والمالي وحرية الإدارة الذاتية لشؤونها بعيدا عن التدخلات الخارجية، من دون أن يعني ذلك ابتعاد الجامعة عن المجتمع والدولة. نقول ماكو تدخلات مو معنى ابتعاد عن رؤية الدولة والحكومة وفلسفتها، لا، هناك موضوعات مهمة تخص الجامعة. السعي إلى التخلص من التسلط الإداري والقيود البيروقراطية والروتين والإدارة المركزية في الجامعات العربية. أيضا إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة بين الإدارات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس. إقامة علاقات تمتاز بالثقة المتبادلة بين الحكومات العربية وجامعاتها. كثير من الحكومات تعتبر الجامعات مراكز إشعاع ومنها هي مصدر قوة، وبالتالي تحسب لها ألف حساب. وابتعاد الحكومات عن الشك في الجامعات أو الخوف منها وتقييدها علمياً.
مهم جدا دعم الحكومات العربية للجامعات وتمويلها ودعم أبحاثها للوصول إلى الحقيقة ونشرها من دون تحكم أو تدخل في نتائج البحوث أو الأبحاث. أيضا إعطاء الطلبة حقهم في حرية اختيار تخصصاتهم وبرامج تعليمهم واختيار أساتذتهم. ما عندنا احنا اختياري في لا الموضوعات ولا للأساتذة ولا إلى البرامج، والسعي إلى إشراكهم في إدارة شؤون جامعاتهم ومنحهم الحرية حرية المناقشة والتعبير عن آرائهم. أشكر استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.